الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا في خلال هذه السهرة المتميزة. أكيد الشعب السوداني شعب ذواق للفن، بيتميز بتعدد ثقافات وتعدد إيقاعات المختلفة والمتميزة، واللي كل واحد منها عنده مذاقه الخاص وعنده طعمه الخاص وكمان عنده جمهوره الخاص. يتميز الفن السوداني بالكثير من الإيقاعات المتنوعة، ويتميز من بنية اللحنية، وتختلف ما بين ثقافات متعددة متنوعة أدت طابع مختلف. الليلة نحن بندعوكم من خلال هذه السهرة على شاشة قناة الشروق الفضائية، سهرة مباشرة من خلال فن الغناء الشعبي. إحنا وإنتوا خلونا مع بعض نستمتع بهذه السهرة. أهلا بكم. كيف الحياة اللي يهواك من بعدك أصبح حظي زي لون هضيمك عيم الدنيا كيف الحياة اللي قيمك من بعدك أصبح حظي زي لون هضيمك نعيم الدنيا يا حليف الخدري طايفي نعيمك ما دام هاجرني ارسل لي نسيمك نعيم هالدنيا ونعيش روحي بلالي وين 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 أنا عشت روحي بهنادي زيما أو طيب المسكين الفايح من تبسيمك يا نعيم الدنيا يا دنيا كيف يا أماني حياتي بك نور يغليمك يتمنى التبريد يلمع
قديم عاقي نعيم هالدنيا هاي تشتاق شمسي بلالي وين 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 تشتاق الشمسي تصفر بليمك تاخذ من نورك وتلسم لقدامك يا نعيم الدنيا يا دنيا كيف يا فرع البانا يا فرع البانا يا فرع البانا هذه فرع البانا يا فرع البانا المايل في خميلك من قامته حبيبي متعلم لكن عيم الدنيا يا بدري تمي بلالي وين 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 يا بدري تمي ما بيتم تجميلك لو ما تجعلني محبوبي زمي لاقي نعيم الدنيا يا دنيا كيف الحياة الليلة لك حق في صدودك فيها كنت الليلة لك حق تهجرني يبتر تعني لاقي الدنيا هاي مدام حسن الفردي الليلة وين 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 مدام حسن Yeah.
زلت أريدك ومنام عينيا بين حزون داقين الدنيا وديت بين نعيمك بين Yes. I'm not
له صافين ميتة قالوا له صافين ميتة قالوا له صافين Yeah.
الهرع نزل فوقنا، الهرع نزل فوقنا، الهرع نزل فوقنا، الهرع نزل فوقنا وربط وشالوا فوقنا وربط وشالوا مس حسسنا يلي في حاله يمكن دركو رص الصيد يمكن دركو رص الصيد 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 الصغير حباله يا هو الغير النوم 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 من عيوني شاله شبالك يسحربوا الله
أنا ما بشرب جبن ترجة، ما بشرب جبن ترجة، ما بشرب جبن ترجة، أنا ما بشرب جبن ترجة، بشرب جبن ترايقني من خجة. فنجان بكري فنجان بكري فنجان بكري فنجان بكري فنجان بكري من نيدة من نيدة كفة ومدة زي زار نبيه نبيه طالب مدينة جدة زار نبيه طالب مدينة جدة أنا بريدك وأنا بريدك وبريدك وبريدك أنا بريدك وبريدك 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 وبريد جدرك أنا بريدك في مكانات غدرك أنا بريدك وبريدك وبريدك ما تكتري لي عذرك أنا مسحور عيونك 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 ومضروب أنا بالصدرك وعليك الله يا دكتور خليني يا زين يا جميل العين انا لا يزعلني
مستمرين معكم من خلال هذا البث المباشر لشاشة قناة الشروق الفضائية، وأكيد انبسطتوا واستمتعتوا معنا بفن سوداني أصيل مع الفنان عادل فضل الله. يا أخي نحن مبسوطين وسعيدين بك، وشكرا جزيلا للطرب الجميل اللي احنا حضرناه. يعطيكم العافية بوجودكم انتوا والله الطرب ده. كيف كان التجهيز والتحضير والبروفات قبل الاحتفال الليلة؟ والله نحن طبعا في اتحاد فن الغناء الشعبي ما عندنا يعني ترتيبات وكده، لأنه يوم السبت ده الراتب يعني المنتدى الراتب عندنا كله سبت منذ سنين طويلة، يعني ما يحتاج لترتيب ولا كده، جاهزين طوالي في أي لحظة. كله سبت ثابت إنكم بتجوا تعملوا منتدى يعني؟ كله سبت هاي بنعمل منتدى. المشاركة بتكون للفنانين يعني بالتساوي، ولا كل مرة بيكون في فنان هو بيقدم لأنه أنا عاوز أكون الأسبوع الجاي أو كده؟ لا ما أكون الاختيار، نحن اللي بنختار الفنانين. اتحاد فن الغناء الشعبي عنده لجنه وعنده رئيس وعنده نائب رئيس وكده يعني، فعنده لجنه تنفيذيه، اللجنه التنفيذيه هي تقرر منو الاسبوع الجاي حيغني. فنحن دائما يعني بنحب نقدم الشباب، يعني الشباب اهم اهم شيء عندنا. طيب خارج المساحه دي يعني خارج الاتحاد فن الغناء الشعبي، كيف الان الغناء يعني ممكن تمشوا تغنوا في حفلات، ممكن تغنوا في حتات ثانيه؟ نحن اصلا اتحاد الغناء الشعبي ده طبعا زي ما اقولوا مغرنا، لكن منه بننطلق لاي حته يعني في العاصمه المثلث وخارج العاصمه وفي الولايات وكده. الان بقى عندها رواج يعني بيطلبوكم في حفلات وفي مناسبات؟ شغالين طوالي احنا، ده مغر يعني استراحتنا هنا، لكن منه بنمشي يعني حفلاتنا بننطلق من هنا الولايات وخرطوم هنا ومدرمان العاصمة المثلثة كده يعني أي مناسبة أي عرس كده. الله يكرمك. كلمنا برضو عن الأنشطة القادمة يعني، لكن أنت كفنان هل في جديد، في أغاني جديدة بتسجلوا عليها بتسجلوها، في بروفات جديدة لأغنيات موعودين بها كل الناس اللي بيحبوك وبيتابعوك؟ والله نحن أنا شخصيا عندي أغاني جديدة وشغال فيها، واتحاد فن الغناء الشعبي يعني الحمد لله بيتمتع ب كمية من الفنانين، وهسي نحن يعني بنحاول نستقطب الفنانين الجداد يعني الشباب، لأنه الاتحاد ده متوارث من جيل لجيل، يعني احنا لقينا في أجيال قبلينا، فما في شك إنه بعدنا حيكون في جيل تسلموا الراية، لازم يعني ده لازم يكون فيه، ونحن لازم نحضر له، ولما نسلمه نكون متأكدين إنه الجيل اللي بعدنا ده حيقوم يشيل الشيلة يعني. زي ما شلتوها انتوا زي ما اديتوها على اكمل وجه بتفاني وب يعني اداء منقطع النظير، جميل جمال ما الله يديك العافيه. احنا اللي بعدينا دايرين يكونوا احسن مننا كمان. احنا بنشكرك كثير الشكر عادل فضل الله، وشكرا جزيلا للفاصل الجميل والغنائي والطرب العالي والتطريب الجميل اللي احنا سمعناه من خلال المساحه الفاضله. الله يديكم العافيه، تسلموا قناة الشروق، وفعلا شروق اشرقته ب اتحاد فن الغناء الشعبي جد يعني، بديتوا بينا كده والناس كلها بقت تترقب الشروق، وفعلا احنا يمكن نكون بيكم مشرقنا ثاني. يديكم العافيه. الناس كمان بتترقب الحفلات القادمه وبتترقب المناسبات القادمه، واكيد نحن مستمرين معكم من خلال هذه المناسبه وهذه السهره من شاشه قناه الشروق الفضائيه، خليكم معنا. جديد متابعينا ومستمرين معاكم من خلال هذه السهره، بنسعد جدا بانه يكون حضور معانا استاذ منتصر احمد بابكر مدير الشؤون الماليه والاداريه باتحاد فن الغناء الشعبي. اهلا وسهلا بك. يا مرحبا. في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله الامين، وفي البدء بنرحب بقناه الشروق في دارهم ودار كل السودانيين، لانه يمكن الاغنيه الشعبيه شكلت معظم وجدان الشعب السوداني لما تحمله من كلمة رصينة ولحن منمق وأداء متين. فرغم الكم الهائل حاليا من كل الضروب الفنية اللي موجودة الآن في الساحة الفنية، هي ظلت صامدة حتى الآن يعني.
وكمان ظلوا الفنانين يعني هو زي ما أسبقنا وقلنا إنه بيتوارثوها جيل عن جيل وهي راية يعني لابد من حملها بكل تفاني وصدق. خلينا نتكلم عن عضوية الاتحاد وكيف بيتم انضمام الفنانين للعضوية. عضوية الاتحاد بيتم النيل، أنت بتكتب خطاب بتاع طلب عضوية، بعد ذاك بتقدم اللجنة التنفيذية توافق عليه، بتحول اللجنة الفنية هي اللي حق الإجازة إن بعد ما تستمع اللي هي فيها فنيين بتاعين صوت وعازفين وكوارث، ومن شروط إنه العضو يكون تام سن الرشد 18 سنة. وإحنا الآن الحمد لله يمكن عندنا 4 فئات اللي هم مقسمة إلى رواد وجيل وسط وشباب وواعدين. كل واحد فيهم عنده عضوية مختلفة وكلها أي واحد فيهم بتفاصيل مختلفة يعني؟ لا، هي العضوية واحدة لكن بعد ده بتجي الترتيب إجازة إجازة بالأعمار وحسب يعني أداك وحسب العطاء بتاعك الموجود. يعني مثلا الرواد دين مثال أستاذنا عبد الكريم عبد الله، أستاذنا كمال ترباس، أستاذنا الكلا عبد الحفيظ، أستاذنا حسين شندي، أستاذنا اليمين البنا، دين محتبروا من جيل الرواد يعني. فبعد ذاك بيجي جيل الوسط، بيجوا الشباب، بيجوا الواعدين. خلينا نتكلم برضو أستاذ منتصر عن دورية الحفلات، يعني يمكن كونه أنه يكون في منتدى راتب للاتحاد بالضرورة بيخلي أنه الاتحاد هو حي وكل أسبوع عنده واحدة من الفعاليات. دورية الفعاليات والاحتفاليات عموما اللي بيحتفي بها الاتحاد، الاتحاد يمكن يعني بيتفاعل مع كل الأحداث اللي بتمر في البلاد، يعني مثلا أعياد الاستغلال، وبعد ذلك عندنا تكاريم لأسر الفنانين الراحلين عنا وحتى الفنانين الموجودين برضو يعني تدعم لهم تكاريم. وغير ده يعني انت ممكن تنقل السبت عندنا منتديات ثانيه برضو راتبه، لحد عندنا جلسه ما متوقف على الغنى الشعبي وبس، يعني عندنا جلسه الاحد دي بنستضيف فيها فنانين بيغنوا بالعود، جلسه بالعود. عندنا منتدي اثنين برضو، منتدى جديد ده برضو بيتغنى فيه بالعود، بيستضيف فيه برضو يمكن كبار الفنانين والشباب المتميزين حاليا بالساحه. يعني الفن الشعبي هو واحد من ضروب الفن المتميزه جدا، يعني والعندها ايقاعات المختلفه والعندها تفاصيل يمكن وجدت رواج كبير من فترات زمنيه سابقه ومتعاقبه وحتى الان. خلينا نتكلم عن المشاركات، يعني هل بيتم مشاركات خارج السودان وخارج اطار الاتحاد عموما، ولا هم بيشاركوا يعني مشاركات خلينا نقول خارجيه مش بس في السودان؟ والله المشاركات الخارجيه دي يمكن فرصها شويه ضعيفه، بدري شويه يعني جيل الرواد يعني الناس بعدي يعني كان مشوا العراق ومشوا السعوديه ويمكن طافوا بعض الدول، لكن الان حاليا نس احنا بصدد عندنا قوافل فنيه يعني حتتجه كل الولايات السودانيه ان شاء الله. ان شاء الله اتوقع يعني القادم حيكون اجمل ان شاء الله. شنو الفعاليات الجايه ان شاء الله؟ والله الفعاليات الجايه القوافل دي حتحوم كل الولايات بتاعت السودان، اللي نشر الاغنيه الشعبيه واغنيه الحقيبه، يعني حنمشي غربي دارفور، حنمشي الشرق، حنمشي شمال، كل القوافل دي حتحوم كل موعودين بتنوع يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ منتصر، شكرا لوجودك وشكرا للافادات دي، يمكن الناس عرفت كثير عن الاتحاد من خلالك. شكرا لك. شكرا شكرا لكم. تسلم لك. مستمرين معاكم متابعينا وين ما كنتوا، لا زالت هذه السهرة في بداياتها، خليكم معنا.
مستمرين معاكم متابعينا وين ما كنتوا. في حضرتنا استاذ خضر بكري محمد علي، السكرتير الثقافي باتحاد فن الغناء الشعبي بعدبر. اهلا وسهلا بك. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الامين ومن والاه الى يوم الدين. انا الحقيقه سعيد جدا جدا ان اطل عبر قناه الشروق الفضائيه الفتيه واكون بين زملائي واخواني اتحاد فن الغناء الشعبي في ام درمان. وام درمان طبعا هي اخواننا السودان ودائما مركز الاعلام، ونحن اهل الحقيبه وبنحب الشغل والكوره. وهنا عشان كذا هناك مقوله تقول ان السودان حله بالدارجه كذا قاعده له فوق ثلاثه اذايات: الهلال والمريخ والحقيبه. دوناتها بدنا نهني المريخ الليله لصعوده لدور المجموعات، وانهم طبعا من رخابي. يلا انا عاوز اتكلم معك عن عدبره. انت جيت طوالي لام درمان، لكن خلينا نرجع بك لعدبره وكيف النشاط اللي بيأديه فن اتحاد الغناء السوداني الشعبي في عدبره تحديدا. اتحاد فن الغناء الشعبي يضم اكثر من 23 فنان وفي اشكال متنوعه، يعني طنابره وفنانين بتاع دلوكه وفنانين بتاع حقيبه وشعبيين، والحمد لله يعني كلهم يعني فيهم الاصوات المجازه وفيهم الناس البدائيين وناشئين، وحراك ثقافي ممتد. يعني كل يوم الاحد من كل اسبوع عندنا منتدى زي ده كده، والله بيحضروا ناس كثيره جدا، جمعا غفير من الناس. والحمد لله ذات الوزاره هناك الاخ خالد محي الدين وزير الثقافه والاعلام في نهر النيل بيقدم لنا كل الخدمات والله، وبيقف معانا وقفات جميله جدا جدا. يعني احنا منتدانا ده حافل بكل لذيذ الممتع ان شاء الله. استضافات لفنانين يعني ممكن يجيكم من الخرطوم او من ولايات مختلفه لعدبره؟ جدا، نحن نقبل اي زول. نحن جاتنا قناه الشماليه برضه سجلنا فيها كلام زي ده. بشرى ذاته يعني اشكره واحييه من هنا. بشرى ذاته جانا حضر معنا كذا منتدى والله، قعد معنا شهر حضر معنا اربع منتديات. الحمد لله نحن نقبل الناس والله. بعدين اتحاد فن الغناء الشعبي عدبره وام درمان وجهين لعمله واحده. انا داير اتكلم في النقطه دي تحديدا، ومن من مدينه الحديد والنار لام درمان. كيف العلاقه بيناتكم وهل في تبادلات ثقافيه بينكم وبين اتحاد فن الغناء الشعبي في ام درمان؟ نعم نعم، اللجنه بتاعت فن الغناء الشعبي الماضيه او الحاليه تقريبا فيها اربع اولاد من اولادنا بتاعين عدبره، اللي هم سعد عبد الباسط محمد عوض، وكلهم ديل الناس اللي هم من عدبره جو هنا ومشكلين حضور واصل في فرقه الاستاذ محمد الحسن جيم والفنان الكبير، نتمنى له الصحه والعافيه. طيب كثير من التحديات يعني استاذ خضر بتواجه خلينا نقول الفن في ربوع السودان المختلفه بما فيه عدبره باعتبار انها هي واحده من المدن، هل في تحديات بتلاقيكم؟ المكان، الفنانين، الالات، ممكن يكون الاقبال على الاتحاد عموما في عدبره؟ والله نحمد الله، هو الفن ده بطبيعه حاله بيخدم نفسه بنفسه. يعني الفنان بطبيعه الحال اذا كان في غساوي او في اي غساوه او والله في هنا بيتجاوزها، لانه الفنان مطلوب منه ينشر الابتسامه في الاخرين، فيبقى ما ممكن في حاجه تاثر فيه زي ده. احنا شاكرين لك كثير استاذ خضر بكري محمد علي، السكرتير الثقافي باتحاد فن الغناء الشعبي بعدبره، شكرا لك. شكرا جزيلا. وانا يعني عبيد عبد الرحمن قال: ما اسعدك يا ليل ما ازهى ليلتنا، والليله زارنا الغيس والرحمه طلتنا، في جنه الفردوس اطحنت محلتنا، الناس حوالينا يتمنوا حالتنا، يتبسم النوار يضحك مع الاسهار، همس النسيم المار والحادي والمزمار ومقسم الازهار في صدر جلستنا. شكرا جزيلا، هذه الجلسه كانت جميله جدا وانا سعيد بهذا اللقاء، واتمنى لكم التقدم يا ناس الشروق ويا ناس فن الغناء الشعبي ام درمان، وجزاكم الله الف خير. شكرا لك كثير استاذ خضر، واكيد احنا جلستنا لسه مستمره وجلسه في حضره فن الغناء الشعبي، واحد من الفنون الجميله جدا واللي عندها جمهوره واللي لها يعني قاعده جماهيريه متمدده في كل ربوع الوطن الحبيب. نحن مستمرين معاكم متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا، لسه لا زال هذا البث المباشر مستمر.
بيلعب دور كبير جدا في انه هو ينشر الثقافه الغنائيه السودانيه، واللي كانت الاذاعه السودانيه هي واحده من المنصات الرئيسيه اللي عبرها انتشرت اغنيه الحقيبه لكل ربوع الوطن وخارج السودان الحبيب. لذلك نحن سعيدين جدا في المساحه دي انه نلتقي بك استاذ هشام، وانت من اللجنه الاعلاميه، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم اسره قناه الشروق الفضائيه في داركم اتحاد فن الغناء الشعبي، اهلا وسهلا بكم، ونحن سعيدين بكم وانكم مشاركيننا في ليالي الاتحاد كل سبت، ونحن نشكر مجهودكم وبنقدر لكم والله مجهوداتكم دي. تحيه استاذ هشام. خلينا نتكلم باستفاضه عن انه الاعلام بيلعب دور كبير شديد في انه هو ينشر الاغنيه السودانيه ازليا وحتى الان، كيف انتم قدرتوا انكم تعملوا حفلات بالمستوى اللي احنا شايفينه من خلال عدسه عين الكاميرا وجمهور راتب وممكن بيجي كل فتره زمنيه نتيجه لانه في اعلان منتظم؟ بالضبط. طيب الاتحاد ما شاء الله يعني عنده بيضم شباب فنانين كبار، بيضم فنانين كبار وشباب اليوم جمهورهم وقاعدتهم العريضة اليوم قاعدتهم العريضة. نحن بدورنا نحن كشباب قمنا انشأنا صفحة في الفيسبوك وبقينا ننشر نعمل فيها لايفات للمنتديات اللي بتقام هنا في الاتحاد، وبعد ذاك الناس بقت تعرف انه في منتديات بتقام في اتحاد فن الغناء الشعبي، وما شاء الله الغناء الشعبي اصلا يعني الشباب يعني كلهم كده بينتموا لقصة. طيب خلينا نتكلم عن الصفحة يعني باسم فن الغناء الشعبي ولا عندها مسمى آخر وبتنزلوا فيها بصولة راتبة الحفلات والمنتديات أو الفعاليات اللي بتقام؟ أيوة الصفحة اسمها اتحاد فن الغناء الشعبي، الصفحة الرسمية للاتحاد اسمها اتحاد فن الغناء الشعبي، بننشر فيها المنتديات والبوسترات اللي ما قبل المنتدى بننشر فيها، وبعد ذاك بننشر فيها اللايف، نعمل لايف في الصفحه، المنتدى بنعمل لايف في الصفحه، الناس بدات تعرف، بدا المشتركين في تزايد لحد ما عرفوا انه في منتديات بتقام في اتحاد فن الغناء الشعبي، وبيجوا يجوا هنا، ويعني الحمد لله الامور ماشيه تمام. ممكن نقوم نغشش الجمهور كده بانه في مساحات جايه قادمه، طالما انه بيطلع من اللجنه الاعلاميه فنقول انه القادم اجمل ان شاء الله. القادم اجمل اكيد اكيد، ونحن بقدر الامكان بنحاول ننشر لهم كل ما هو جميل ان شاء الله. المساحات الجايه شنو اول مناشط اللي حتعلنوا عنها ان شاء الله عبر الصفحه او في مساحات اعلاميه اخرى؟ طيب موعدين ان شاء الله بمنتديات اكبر من الحاليه دي ان شاء الله، نحن بنوعد جمهور الغناء الشعبي عامه بانه حتكون في فعاليات ومنتديات اكبر من اللي لسه شايفينها دي ان شاء الله، وكلها حنعلن لهم عنها عن السوشيال ميديا في الصفحه في الفيسبوك وعلى في اليوتيوب برضه. في صفحه في اليوتيوب بتنزل فيها الحفلات راتبه؟ ايوه اسمها اتحاد فن الغناء الشعبي برضه في اليوتيوب. احنا بنتمنى يعني انه فن الغناء الشعبي هو ينتشر او يزداد انتشارا وكثافه. شكرا لك كثير استاذ هشام، شكرا لكل المجهودات اللي انتم بتقوموا بها من خلال نشر هذا الفن العظيم. شكرا جزيلا لكم وشكرا لقناه الشروق. التحيه. اكيد مستمرين معكم متابعينا والقادم اجمل، حيكون عندنا ان شاء الله مساحه لفنان احمد محمد عوض العميد المشهور بالعميد، خليكم معنا.
ما كنت في حضرتنا الإعلامي والصحفي الأستاذ يوسف المغربي. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف. مرحبا بك. أول حاجة وألف يعني تهنئة لقناة الشروق لعودتها مرة أخرى، وعادت بكل قوة وبكل منعة من خلال برامجها المختلفة. وحقيقة يعني الواحد بيسعد دائما في اتحاد فن الغناء الشعبي أن يتابع فعالياته وبرامجه، وأنا بحترم من رواده يعني القدام من العطاء اللي قدمناه من خلال مسيرته الطويلة، يمكن حوالي 50 أو 60 عام اتحاد الفن الغناء الشعبي قدم عطاء كبير جدا في المسيرة الجميلة الفنية. يمكن أنا شاهدت عدد من الإخوة الفنانين الشباب قدموا كثير، بالذات محمد أحمد عوض يعني قدم نماذج من خلال الغناء الماضي. وأنا بقول بأنه لابد أن يتواصل اتحاد فن الغناء الشعبي في مسيرته الفنية والثقافية، ويتمنى أنه قناة الشروق تكون مداومة معهم ومداومين وقاعدين وموجودين، ولسه هنتابع كمان مساحة مختلفة هتكون قادمة إن شاء الله من خلال الفنان أحمد محمد عوض. أنا عاوز أسألك يا أستاذ يوسف، طالما إنك أنت خلينا نقول متابع قديم ومحب قديم لفن الغناء الشعبي، الغناء الشعبي ما بين الماضي والآن اختلاف، وخلينا نقول الحاجات اللي افتقدها والحاجات اللي كسبها. اللي افتقد انه الناس اللي توفوا طبعا بعدين حمد الطيب، وعدد كبير من الاخوه الرواد اللي القدام من فناني الغناء الشعبي هم غادروا الفانيه وتركوا هذه الساحه للشباب. الشباب اللي هو بيتغنوا حتى تذكرتي محمد احمد عوض وجبلابي ويعني وحسن شرف الدين، نخبه من الشباب لابد ان يعني يواصلوا عطاهم الكبير في اتحاد فن الغناء الشعبي، لانهم اللي تركوا مسيره الفن ورحلوا عن الدنيا الاخره دي كان قدموا عطاء كبير جدا من خلال اتحاد فن الغناء الشعبي مكان في ام درمان حي العرب وحتى هذه اللحظه. كأذن مستمعه بعيدا عن انك انت صحفي واعلامي وناقد وممكن يكون عندك كثير من الملاحظات والمآخذ، كأذن مستمعه ما بين يعني فن الغناء الشعبي في السابق وكيف كان بيتم اختيار الفنانين واجازه الصوت والفتره الزمنيه الطويله اللي بتاخذها، وما بين الان الوضع اللي انتشر فيه وخلينا نقول السوشيال ميديا والفضاء المفتوح، هل لاحظت انه في اختلافات في اداء الفنانين وانت قلت متابع لصيق بهم؟ يلا الفنانين القدام قدموا عطاء كبير جدا واغنياتهم معروفه لدى الشعراء كبار جدا، لكن الجيل الان اللي موجوده بدا يتغنى لاغاني الفنانين القدام الكبار اللي هم قدموا عطاء كبير جدا، وانا من محبي الفنانين العجائز اللي هم قدموا عطاء في مسيره الفن السوداني بالذات فن الغناء الشعبي. رايك شنو في الجديد؟ الجديد من دونهم التوفيق بس يغنوا غناهم انهم ما يقلدوا، يغنوا غناهم. اي فنان شاب عمر 15 17 18 20 سنه يغني اغاني جديده ويندمجوا مع شعراء كبار يدوم اغاني. هو نفس الاتهام اللي بيوجه للشباب بانه هم ما بدوا جديد وما بقدموا جديد، وفي نفس الوقت الجديد اللي بيقدموه ما بيكون هو مواكب لنفس الكفاءه او لنفس الجوده اللي كانت من خلال القديم. رايك شنو؟ انا والله معاهم مع الشباب، لكن برضه يتغنوا للفنانين الكبار يعني يغنوا غناهم الخاص، وانا معاهم واوعدهم بانه في الاذاعه والتلفزيون انا معاهم اي لحظه، حتى في الاذاعه الرياضيه 104. وتحية لاتحاد فن الغناء الشعبي، نتمنى لهم التوفيق. تحية، نحن شاكرين لك كثير أستاذ، شكرا لك كثير أستاذ يوسف المغربي صحفي والإعلام. كتر خيرك، بارك الله فيك. السلام عليكم. لك التحية، وأكيد نحن سامعين خليل الحماس اللي موجود من خلال المدرجات أو الساحات أو حتى المتابعين والجمهور كمان، الحماس الموجود خلف الكواليس. بندعوكم لمتابعة ما تبقى من السهرة.
يمكن الغنى على امتداد تاريخه كان هو جزء من الحياة الاجتماعية والثقافية في السودان، وكان واحد من أهم وسائل التعبير عن المشاعر وعن الحب وعن الانتماء وغيره، وبنلقاه موجود في المناسبات، في الأفراح، في الطقوس السودانية المختلفة، وده بيعكس بالضرورة وجود الجمهور اللي احنا متابعينه من خلال الشاشة الآن، وكيف انه الناس هي بتنطرب انتراب عالي جدا بالأنماط المختلفة للإيقاعات المختلفة والمركبة والرقص الجماعي وغنى الدلوك الدوبيت وغيرها من مختلف الإيقاعات السودانية اللي بتختلف باختلاف التنوع الثقافي والإرثي والحضاري الموجود في السودان، واللي بتنوع من منطقة لأخرى بالضرورة خلق نوع من التنوع الثقافي اللي يمكن خلى إنه السودان هو بلد مترامي الأطراف، وبالتأكيد عنده كثير من الثقافات. جذور الغنى السوداني من تاريخ القديم، يعني امتدادا من الحضارة النوبية بممالكها المختلفة وحتى وصول للآلات الحديثة، يمكن تنوعت في السودان تحديدا من مختلف الآلات والإيقاعات اللي احنا شايفينها الآن في الساحة السودانية عموما. خلينا نقول إنه الغنى السوداني هو رفدنا بكثير من الفنانين، ابتداء من الكاشف عشا الفلاتية، وهم كانوا من أوائل المغنيين عبر الأثير السوداني أو الأثير عبر الإذاعة السودانية في العام 1940، وحتى الآن هي مسيرة بمداد من ذهب طلعت لنا كثير من الفنانين، كثير من الناس اللي يمكن هم كانوا موجودين في تاريخ الفن السوداني عبر حقب زمنية مختلفة. يعني عشا الفلاتية كأصوات نسائية كانت موجودة، منى الخير برضو واحدة من الفنانين اللي كانوا موجودين في حقب زمنية مختلفة، وبعديها انطلقت برضو خلينا نقول الصوت النسائي للصوت الناعم اللي انطلق بعد ذاك من خلال منى الخير ومن خلال عشا الفلاتية وغيرهم من الفنانات اللي هم أثروا المساحة السودانية بالأصوات النسائية، وساهموا بصورة كبيرة جدا في إنه التلفزيون السوداني هو يكون عنده توثيق لكثير من الفنانين. خلينا نقول إنه الموسيقى السودانية المتطورة واللي أخذت حقب مختلفة ابتداء من تأسيس معهد الموسيقى والمسرح والطفرة اللي خلقتها هذه المساحة من خلال جامعة السودان، وانتقلت لمساحات أرحب. نحن حنتوقف في المساحة دي ونواصل مع الفنان أحمد محمد أحمد الشهير بالعميد، وهي دعوة لمتابعة واحد من الفنون العميقة. من غير حليب وسمين
Oh,
نسيت قلبي وراح لساني ما قد كانوا لأن شغل ليالي هناي عكسوني يا فاطمة وانتوني رسولي عيوبنا Thank you.
من ليالي الحقيبة السودانية، حقيبة الفن التي حملت لفترات زمنية متعاقبة والتي وثقت لشعراء وعظماء وفنانين، والتي كانت لها ما لها من وقعها الخاص من خلال الشعب السوداني، والتي خلدت في ذاكرة الشعب السوداني. حاولنا أن تكون واحدة من هذه الليالي من خلال شاشة قناة الشروق الفضائية في بث مباشر، هي توثيق لفرح انتشاء محاولة لتوثيق هذا الكم الجميل من السودانيين الذين حاولوا مشاركة فن اتحاد فن الغناء الشعبي من خلال احتفالياته وفعالياته الدورية والمباشرة. كانت معكم هذه الليلة في أمان الله.